صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم في حلقاتنا السابقة بنتطرق لمواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال مداخلاتكم واستفساراتكم كذلك على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. بس قبل ما أذكركم برقام التواصل أرحب فريق العمل وقاي اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، في التنسيق ميرا القفلي، وفي الإخراج وائل القواسمة، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. أذكركم برقم التواصل 600551414 ورسائل النصيح على 4006. حياكم الله. مثل ما عودناكم مستمعينا خلال البرنامج بنتطرق لمواضيعنا تكون طبية وصحية. عندنا فقرتنا الأولى اللي بتكون الخبر المحلي، وكذلك فقرة السوشيال ميديا، وبعدين بننتقل لفقرتنا التقنوية، وفي آخر فقرات تعدد فقراتنا في الفقرة الأخيرة طبعا تكون هي فقرة تثقيفية أو فقرة طبية. فإن شاء الله بنطرق كل هذه الأمور في حلقة اليوم. نبتدي مثل ما عودناكم بخبرنا المحلي أو العالمي. دراسة جديدة تكشف عن الذكاء التقذوي لدى البشر. ألقى بحث جديد الضوء على ما يحفز تفضيلات الناس الغذائية الأساسية التي تدل على أن البشر أكثر ذكاء مما كان يعتقد سابقا باختيار الغذاء المناسب لهم. وتهدف الدراسة الدولية التي قادتها جامعة بريستول في المملكة المتحدة إلى إعادة فحص واختبار وجهة النظر السائدة على نطاق واسع بأن البشر تطوروا لتفضيل الأطعمة الغنية بالطاقة، وأن وجباتنا الغذائية متوازنة ببساطة عن طريق تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة المختلفة. وكشفت النتائج اللي توصلت إليها الدراسة أن لدى الناس على ما يبدو حكمة غذائية، حيث يتم اختيار الأطعمة جزئيا لتلبية حاجتنا من الفيتامينات والمعادن وتجنب نقص التغذية. وقال استاذ علم النفس التجريبي المؤلف الرئيسي جيف برونستروم: نتائج دراستنا مهمة للغاية ومدهشة إلى حد ما، ولأول مرة منذ قرن تقريبا أظهرنا أن البشر أكثر تطورا في خياراتهم الغذائية، ويبدو أن اختياراتهم بناء على مقذيات دقيقة محددة بدلا من مجرد تناول كل شيء والحصول على ما يحتاجون إليه بشكل افتراضي. طبعا مستمعينا لو نفكر في الأغذية بنلاحظ بداية يعني التفضيلات، يعني كل واحد يفضل نوع غذاء أو نوع أو الوجبات أو حتى أنواع الفواكه والخضروات، كل واحد له تفضيلات مختلفة عن الثاني. يعني سبحان الله، يعني هذه بعد يعني تعتمد على كل شخص. النقطة الثانية في بداية يمكن الناس ابتدت ما تفكر بس أن بس تاكل عساس يعطيها طاقة وخلاص تمشي يومها، لا، تفكر بأشياء ثانية ابتدت وتركز عليها، أن حتى التغذية اللي أخذها لازم تفيد جسمي من الناحية الجسدية، من ناحية الفيتامينات، من ناحية الوقاية من الأمراض. يعني تفكيرنا في التغذية ما فقط لسد الجوع، ابتدينا نفكر في التغذية في أشياء ثانية وأشياء تكون أعمق عن فقط سد الجوع. وهذه دراستنا لليوم. ننتقل لفقرتنا اللي هي فقرة السوشيال ميديا، وخلال هذه الفقرة بنتطرق لمستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم ما يدور فيها سواء على صفحات الهيئة أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة بالشؤون الصحية. ويانا زميلتنا أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي في هيئة الصحة في دبي. صبح جلال بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور سوي دكتورة، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييكم. أسمع أظن قبل ما نبتدي، أظن السوشيال ميديا من أهم الأشياء اللي نتطرق لها تقريبا بشكل يومي، حتى لو ما كانت في برنامجنا، لكن تحسين أن تعلقنا بالسوشيال ميديا يعني وايد كبير. وبصراحة أكثر من كبير بعد. نحاول بعد شغلك
الحوثيين صعب الواحد يتخلص من إدمان قنوات التواصل الاجتماعي. بس تعرفين يعني مرات أقول الحلو فيه أنه يخلي الواحد عارف المعلومات أول بأول، وتوصل المعلومات بسرعة، وحتى يوم تاخذينها من السوشيال ميديا تكون بطريقة بسيطة وبسرعة، يعني الواحد يفهمها ويتقبلها. لهذا السبب دكتور نحن يعني لان وايد في مصادر موجوده في قنوات التواصل الاجتماعي، مو كل المصادر هي صحيح مصادر معلومات صحيحه. يعني انت فين حتى صح ان هي تعطيك معلومات اب تو ديت، لكن هي ايضا مكان يعني زخم بالاشاعات. صحيح حسبت يعني وجود القنوات الرسميه والقنوات الاعلاميه الرسميه موجوده، ان اذا الواحد بغى المعلومه الصحيحه مثل ما نقول ابديتد بيحصلها في قنوات، مثلا الموضوع الصحي بيحصلها في القطاع الصحي، اذا كان موضوع اصلا مثلا نقول اذا كان مشكله ممكن يعني او مشكله موجوده او مشكله عامه او شيء المفروض ان الجمهور يعرفونه، اول شيء بيسوون الجهات الرسميه. ونحن اللي صحيح يميزنا في الامارات ان الجهات الرسميه دائما تحط الابديت والمعلومات اول باول، اذا كان المعلومات اصلا يعني مثل ما نقول الموضوع يعني موجود. يعني اهتمام هالشيء بعد جدا جميل، اهتمام كل يعني مثل ما نقول الهيئات بالسوشيال ميديا او حتى قنوات التواصل الاجتماعي. وسهل التواصل معاهم، يعني حتى ان صحيح القنوات دائما مفتوحة وخدمة العملاء موجودة ايضا في هالقنوات. صحيح اني عند بعض الاشياء اللي نحن نحب نأكد عليها ولكن حاطين قنوات التواصل الاجتماعي، هي ان مركز السفر الصحي تم اغلاق المركز بتاريخ 22 ابريل ونقل الخدمات الى مركز ام سقيم الصحي الجديد اللي موجود على شارع جميرة. ومركز أم سقيم بدأ الاستقبال المتعاملين من يوم الاثنين اللي طاف اللي كان 25 أبريل. فنحن نحب نأكد للجميع ونقول للجميع أن مركز صفا مغلق، وممكن هم يتوجهون من مركز لأي مركز، لأن نحن عندنا ملف الإلكتروني. الملف الموحد، فممكن يصير أي مركز قريب منه، وممكن أيضا يصير مركز أم سقيم لأن الخدمات انتقلت لهناك. ايضا من ضمن الاشياء نحن يعني من ضمن الاستفسارات اللي وصلتنا لما حطينا هذا الموضوع، وايد اشخاص سالونا عن مركز دبي للامراض الجلديه. مركز دبي للامراض الجلديه هو مركز مو تابع لمركز الصفا الصحي. المركز ما زال موجود في نفس الموقع، لكن يعني حتى المركز والصيدليه التابعه للمركز تعمل على حسب اوقات العمل الخاصه بمركز دبي للامراض الجلديه واللي هو تابع لهيئه الصحه بدبي. ف يعني مثلا المركز مو بنفس الرعاية الصحية، بيكون مثلا شغال في الليل أو صحيح الفترة المسائية، لذلك أن حتى الأدوية الخاصة في المركز هذا بتكون خلال أوقات العمل الخاصة بمركز دبي الأمراض الجلدية. أما خدمات مركز الصفا كلها انتقلت إلى أم سقيم والمركز مغلق. وشكرا أسماء ذكرتي بخصوص مركز الجلدي، لأنك صحيح كثير من التساؤلات كانت تورد بخصوص مركز الجلدي، لأنه في نفس حرم مركز الصفا، يعني في نفس هي. المكان. فدائما الاشخاص يعني يتحرون انه تابع لمركز الصفا الصحي، لكن هو مركز الامراض الجلديه مش تابع لقطاع الرعايه الصحيه، والمركز موجود في مكانه. ممكن ان الاشخاص اللي عندهم مواعيد في مركز الامراض الجلديه يتوجهون للمركز مباشره. وايضا بخصوص الاشياء المتعلقه بالخدمات المسانده للمركز بتكون متوفره حسب اوقات العمل الخاصه بالمركز ومو بعد الأوقات العمل. أما بالنسبة لمركز الموسيقى والمراكز الثانية تعمل مثل ما هم دائما متعودين. ونحن أيضا دكتور نحب نأكد إن على أهمية أخذ موعد قبل ما واحد يروح المركز، صحيح وهذا يعتبر إنه يكسب وقته وما يضيع وقته، لأن بعض الأشخاص مثلا يروحون مثلا في وقت يعني مثل ما نقول الوقت اللي الساعة 11 في الليل صحيح وحالته ما تكون طارئة. فدائما الأولوية للأشخاص مثل ما نقول في تريات سيستم، صحيح يمكن دكتور عقب تشرحين ايش يعني تريات سيستم، ان الواحد لما يسيح حسب وضعه الصحي الاهتمام بيكون في الأشخاص اللي وضعهم أخطر من الحالة صحيح المستقرة. فهاي الأشياء يعني دائما هم يعرفونه، لكن مثل ما نقول في خدمة ثانية موجودة 24 ساعة موجودة في التطبيق، هي خدمة طبيب لكل مواطن. هي نفس الطبيب بالأسرة ممكن يصير المركز أو يقدر يخلص الكونسلتيشن كله أو الاستشارة من خلال التطبيق. وأيضا في حال وجود أي فحوصات أو أدوية ممكن ياخذها، أدوية صحيح غالبا توصل البيت، وإذا في فحوصات ما يحتاج يمر على كل مثل نقول البروسيس اللي موجود في المركز أو صحيح الرحلة كاملة، يروح مباشرة للفحص
يسوي الفحص يطلع يعني للمختبر ويسوي الفحص صحيح ويطلع. ملح يعني ذكرتي يروح المختبر نقطة، ويظهر. هذه هي ذكرتي نقطة جدا مهمة أسمع، يعني الواحد يقدر يسوي يعني يكون أو يستخدم تطبيق طبيب لكل مواطن في أي مكان، في أي مكان هو قاعد ياخذ الموعد، ويعني يستقل وقته الشخص بدل ما يصير العيادة يعني حياهم الله في العيادة. وزحمة وبترول غالي دكتورة. بس تعرفين يعني جميل الواحد يعني أن دخل يعني طور في خدماته، وجدا يعني التطبيق سهل، وفي نفس الوقت تاخذ يعني الخدمة اللي تحتاجها، ونفس ما قلتي يدخل يصير المختبر يعطي الدم يعني أو لا حتى وهو قاعد الواحد لو ويطلع. يفكر فيها ياخذ سيارته ويسوق ويتلبس ويتعدل ويمشي ويدق درب ويعلق في الزحمة وهذا كله يوم يوصل أصلا يكون بعد أردي تعبان من الزحمة اللي كان فيها لما يحصل موقف. فكل هالأشياء ممكن هو يقعد في البيت صح يفتح التليفون ويكلم الدكتور، يمكن العملية ما تاخذ أكثر من 5 10 دقائق يخلص، وإذا يحتاج فحوصات متى مثل ما كان طالع يمر على المركز على أي من المراكز طبعا الرعاية الصحية في دربة عند دوامه مر سوى الفحص وظهر. يعني الموضوع بيكون وايد أسهل وايد لهم. يعني بسيط وايد أسهل من أنا عن حتى نفسي غالبا الانتظار. أسير، يعني كل الاستشارات يصير عن طريق تطبيق طبيبك خدمتك طبيبك المواطن المواطن. يعني ما أدري كم تاخر مرة عند دكتور داخل المركز يعني من بداية من الخدمة. زمان أسمع، من زمان آخر مرة فيعني عندي صح. آخر مرة كنت في دكتور، فيعني يعني صار الموضوع وايد أسهل ووايد وفر على وقتي، خصوصا الأشخاص اللي يداومون يشتغلون ويدرسون صحيح وهذا كله، فوايد صحيح يوفر عليهم. يعني وايد أنصح وفر الجميع الوقت وايد صراحة، ويقدر الوقت يعني خلال وقت يعني الاستشارة بتاخذ 15 دقيقة، يعني الواحد يعني خلال حتى وقته واحد في بريكه يقدر ياخذ هاي الاستشارة خلالها ويستقل الوقت. يعني زين ذكرتي بهالنقطة، لأن الناس كثيرة تشتغل وتدرس ما عندها الوقت، يكون حتى لو بتسير في الليل للعيادة، بس يعني هاي الخدمة توفرت، وخدمة جدا جميلة وسهلة وسلسة ومتطورة صراحة. هذا اللي كنا نبغى الدكتور نأكد عليه في حلقتنا ومداخلتنا اليوم، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. نتمنى لك الصحة والسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا، فقرة السوشيال ميديا، طالعين فاصل وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة، أذكركم بأرقام التواصل 6005514114 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا. بننتقل لفقرتنا الثانية، ومثل ما عودناكم في فقرتنا الثانية تكون الفقرة التغذوية، واليوم بنتكلم عن موضوع جدا مهم ويعاني منه الكثير من الأشخاص. وطبعا نحن دائما نقول الوقاية خير من العلاج، وحابين نتعرف أكثر على أسبابه، وطبعا التغذية تلعب دور كبير في هذه المشكلة. بنتكلم اليوم أكثر عن ارتجاع المريء والتغذية. طبعا ارتجاع المريء من المشاكل الصحية المزمنة وكذلك المزعجة لمن يعانون من هذه الحالة الصعبة، واللي قد تهدئها نوعية معينة من الأغذية وتثيرها كذلك نوعية أخرى، وهو ما يجعل المصاب بارتجاع المريء في حالة دائمة من الحذر تجاه الطعام والشراب. يعني بتلاحظون أو شخص يعاني من هالشيء أنه كل ما يجي الأكل يفكر هالشيء بيصيبني بيجيني منه ارتجاع ولا لا، بتيني الحرورة هذه ولا ما بتيني، فدائما يكون محاسب على نوع الأكل اللي هو يأكله، وأمام حسابات دقيقة لما يأكله ويشربه طبعا. وحول هذه الحالة الصحية يسرنا يكون ويانا اليوم الأستاذ ندى علي، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير أستاذ ندى، صباحكم الله بالنور والسرور. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. هلا طبعا موضوعنا اليوم جدا مهم واستفسارات الناس كثيرة عليه، فحابين نتعرف بداية عن أو ناخذ نبذة عامة عن مشكلة ارتجاع المريء، وكيف أو سبب ارتباطها المباشر بنوعية الغذاء كذلك. مثل ما وضحتي ان مرض ارتجاع المريء هو مرض مزمن يتكرر ويحدث مرض ارتجاع المريء لما تبتد حمض المعده للمريء. المريء هو الانبوب اللي يربط المعده بالفم، نعم. فهذا الارتداد يمكن يؤدي الى تهيج بطانه المريء. وليش واسبابها تحدث بسبب فشل العضله العاصره للمريء اللي هي العضله اللي موجوده بين المريء والمعده. نعم هاي العضله يصير فيها فشل
فيصبح تفكيرها يصبح يعني تفكيرها مش مسيطر عليه. فبعد الوجبة ممكن المفروض تسكر، وعند الوجبة خلال الوجبة المفروض تفتح عشان تسمح للأكل إنه يمر فيها. بعد ما نخلص الأكل المفروض تسكر عشان يهضم الأكل في المعدة. نعم. الأعراض اللي ممكن نشوفها من بعد ارتجاع المريء، العرض الشائع اللي هو إحساس حارق في الصدر، وعادة يكون بعد تناول الطعام، ومرات يكون أسوأ في الليل. وأيضا ممكن نلاحظ أنه في بعض الحالات السعال الليلي، التجشع، صحيح. حرقة في المعدة. هاي الأعراض اللي تدلل أن عندنا نحن نعاني من ارتجاع المريء. نعم طبعا أكيد إلها يعني سبب مباشر وارتباط مباشر كذلك بنوعية الغذاء اللي ياخذه أو يتناول الشخص. صحيح. حب تفضل. نعم أستاذة ندى، بخصوص ارتباطها المباشر بنوعية الأغذية، يعني صحيح. أكيد إلها علاقة كبيرة. في بعض الأطعمة قد تأثر في العضلة العاصرة هاي اللي ما بين المريء والمعدة، وتسبب ارتخاءها زيادة. فهاي الأطعمة اللي المفروض نتجنبها ونحاسب إن ناخذها في أوقات معينة مثلاً، عشان نمنع أن العضلة العاصرة اللي موجودة بين المريء والمعدة لارتخائها. نعم، في أكيد أنواع من الأغذية أو أنواع من هذه المأكولات اللي تسبب هذا الشيء أو ترتبط بارتجاع المريء، فحابين نتعرف أكثر عليها. معظم الأشخاص ممكن يسيطرون على الانزعاج الناتج من ارتجاع المريء بإدخال شوية تغيرات في نمط الحياة. فأول شيء الأطعمة المسببة، ممكن نقول القهوة إذا سواء كان مع كافيين أو بدون كافيين، وأي مشروبات أخرى تحتوي على الكافيين، لأن الكافيين تسبب في ارتخاء العضلة العاصرة للمريء. كذلك الشوكولاتة فيها مادة تشابه الكافيين، وأيضا تسبب ارتخاء في العضلة العاصرة للمريء. الشيء الآخر بيأثر أيضا الفواكه والحمضيات والعصائر، الفواكه الحمضية بالأخص نعم والعصائر الحمضية أيضا لأنها حمضية. وكذلك الطماطم، أو الطماطم المصنع مثل صلصة الطماطم أو عصير الطماطم أو صلصة الطماطم الموجودة في الباستا أو البيتزا، لأنها كلهم عاليين في الحموضة. أيضا الأشياء اللي تسبب المشروبات الغازية، المشروبات الغازية بما أنها غازات، فهاي الغازات تنتفخ في الأمعاء، فلما تنتفخ سوري في المعدة، فلما تنتفخ في المعدة تزيد الضغط على العضلة العاصرة ما بين المريء والمعدة، فتسبب ارتجاع في بعض الأكل. أيضا من الأكل الدهني أو الحارق أو المقلي، نعم هذول أيضا يسببون ارتخاء في عضلة المريء، زائد يسببون تأخير في إفراغ المعدة. الأكل الدهني يتأخر ويطول في المعدة عشان ينهضم بعدين يمشي للأمعاء، فأيضا التأخير هذا يسبب ارتجاع في المريء. اوكي. وبالنسبة أكيد في أكل ثاني كذلك يخفف هذه الأعراض ويريح الشخص من ناحية يعني من ناحية الارتجاع المريء أو ما يسبب له هاي الأعراض من ارتجاع المريء، فحابين نتعرف أكثر على هذه الأغذية. نعم. هو في ممكن نقول في بعض الناس شو المشروبات او شو الاكل اللي يريحني، ما في بشكل اخص ممكن شيء عام يعم للجميع. في بعض الناس يناسبهم مثلا ياخذون روب او ياخذون لبن في وقت الحرقه عشان يبرد عليهم، صحيح. بس في بعض التوصيات اذا تم اتباعها هاي تخفف لنا الاعراض من ارتجاع المريء. فمثلا دائما ننصح ونوصي ان نتجنب الوجبات الكبيره، وبالاخص تكون عاليه بالدهون، ونقسم وجباتنا يكونون على اخر اليوم 5 وجبات ل6 وجبات في اليوم، عشان ما تكون الوجبه كبيره، اما تكون متوزعه طوال اليوم وكميتها صغيره او ممتاز، معقوله يعني. وهي نقطة ايضا جدا مهمة، يعني الواحد يوزع وجبته ما يركز على 3 وجبات ويكون ثقال ودسام الدسمة، يعني تكون الوجبة خلال يومه، يعني يوزعها وتكون خفيفة خلال اليوم. صحيح، نخليهم 3 وجبات رئيسية و3 وجبات خفيفة. الوجبات الخفيفة بتخلينا ما نكثر على الوجبات الرئيسية. صحيح. أيضا نتجنب المشروبات الغازية عشان ما نزيد الضغط في المعدة.
نتجنب الأطعمة اللي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشوكولات. دائما بعد الأكل ننصح أن نظل على وضع مستقيم لفترة من الوقت بعد تناول الأكل، ونتجنب تناول الأكل قبل ساعتين على الأقل لثلاث ساعات قبل الاستلقاء أو النوم في الليل. نتجنب التدخين. دائما إذا كنا نعاني من هاي المشكلة، نرفع مستوى الرأس فوق مستوى الجسم خلال النوم، وما ننام يعني مستلقين تماما، إنما نرفع الرأس. نتجنب الأطعمة الحمضية والبهارات العالية، دائما نخصصهم بالأخص بالوجبة الأخيرة عشان ما تزيد الأعراض في آخر وجبة في اليوم بالأخص في الليل. ممتاز، وهذا جدا مهم النقطة كذلك، لأن الشخص بعد الوجبة يمكن يستلقي ينام، فهالشيء بيزيد ارتجاع المريء، خاصة أنه يكون مستوى المريء والمعدة في نفس مستوى يعني مثل ما نقول الحلق، فيعني سهولة مرور هذا السائل من المعدة للمريء خاصة في صحيح فترة الارتجاع. صحيح. وأيضا الارتجاع، لأن المادة اللي ترجع هي حمضية حمضية فتسبب تقرحات في المريء، فعشان نتجنب هاي الأعراض نمشي على هاي التوصيات عشان ما صحيح نوصل لمرحلة التقرحات اللي في المريء. صحيح، ويعني حتى لو تكون التوصيات بسيطة بس جدا مهمة، خاصة إذا الأشخاص طبقوها لأنها جدا تساعد. صحيح، بس تجنب بعض الأكل والمواقيت، مواقيت الأكل تكون صحيحة، صحيح نوعية الأكل تكون صحيحة، بالتالي كلها راح تحل المشكلة بإذن الله. صحيح. أستاذ ندى، طبعا هناك جدل كبير مرات يكون بخصوص استخدام المشروبات معينة، وخاصة المشروبات اللي تكون فيها أو أساسها تكون أعشاب، في مشكلة ارتجاع المريء، فحابين نتعرف على هذا الشيء أكثر. هو بعض الناس يناسبهم أن يشربون مشروبات مثل البابونج أو المشروبات اللي لا تحتوي على كافيين، بعضهم العرق السوس، بس ما في دراسات مثبتة أن هذا الشيء مثلا راح يخفف علي الأعراض، وإنما هي تجارب شخصية فقط، فما أقدر أنا أوصف نوع معين من غير أن شيء مثبت علميا. صحيح، وهذا جدا مهم كذلك، يمكن في ناس جربت هذا الشيء ساعدها، بس في ناس يمكن يناسبها نوع أعشاب، في ناس ثانية تناسبها أنواع ثانية. أستاذ الندى، بالنسبة لي مثل ما ذكرنا هذه النصائح اللي ذكرتيها، يعني الواحد يلتزم فيها فترة إن شاء الله ويحس أصلا بتحسن يعني خلال هذه الفترة، من ناحية اختياره للتغذية الصحيحة، وكذلك من ناحية وقت هذه التغذية، يعني هذا الشيئين لهم دور كبير في مشكلة الارتجاع المريء وحلها كذلك. صحيح، عشان نمنع هذه الأعراض والأعراض اللي تسبب مشاكل أخرى، هاي ونقلل من حدة هذه الأعراض اللي تسبب مشاكل أكبر. نعم. يعني سؤال، السلام عليكم، هل التهاب الحلق ينتج عن ارتجاع المريء؟ صحيح، بعض الحالات ممكن يكون التهاب في الحلق، التهاب في المريء، هذا يكون ارتجاع المريء زايد عندها ويوصل للحلق، صحيح، فممكن أحد فيكون من واحد من الأسباب، ونتأكد كذلك من الأسباب الأخرى كذلك، يعني هذا واحد من الأسباب، في أسباب ثانية مثل التهابات تكون الحلق تكون بكتيرية أو فيروس، يعني فيحتاج استشارة الطبيب كذلك. في سؤال ثاني كذلك، أنا عمري 22 سنة، أحس مؤخرا بألم في المعدة ولوعة مع أني أستخدم دواء نيكسيوم 40، فشو الحل من ناحية مع أن استخدامه كذلك الدواء، هذا له جزء طبي وجزء كذلك تقذوي، فبنركز على الجزء التقذوي وياك أستاذة ندى، وإن شاء الله أنا بجاوب على الجزء الطبي. حيث إذا كانت شاكة أن هذا ارتجاع المريء، فتمشي على التوصيات اللي قلناها، أن تتجنب دهون، تتجنب الكافيين، تتجنب الأكل السبايسي، زائد أن تعطي أوقات وتخفف كمية الوجبات عشان نتأكد إذا هل هو مشكلة ارتجاع أو مشاكل أخرى. صحيح فإذا مشت على التوصيات ولاقت تحسن من بعد هاي التوصيات، فممكن يكون بسبب هو الارتجاع المريء. صحيح إذا ما لقى تحسن، فهو بيكون من جاء أسباب أخرى غير صحيح ارتجاع.
صحيح. وكذلك دول نكسيوم لتخفيف الحموضة في المعدة، ويساعد على أنه يخفف من نسبة الحموضة في المعدة، فما بيأثر من ناحية سواء ألم المعدة، يمكن يخففه بطريقة بسيطة إذا كان السبب من الحموضة أو من التقرحات في المعدة، وكذلك اللوعة. فنفس ما ذكرت أستاذة ندى، نبتدي بالنصايح اللي ذكرتها. النقطة الثانية، نراجع طبيبنا المختص من ناحية احتمال يحتاج الشخص أنه يبدل في نوعية الدواء اللي يستخدمه، ويحتاج كذلك يسوي فحوصات أكثر عساس يشخص التشخيص الصحيح من ناحية آلام المعدة واللوعة اللي ما خفت مع استخدام النكسيوم. أستاذة ندى، اليوم بخصوص موضوعنا كان جدا مهم، وناس كثير تعاني طبعا من هذا الموضوع، ونشكرك على نصايحك الصحية وكذلك التغذوية. نشكركم على حسن الاستماع. شكرا أستاذة ندى علي، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي. شكرا لك، مع السلامة. مع السلامة. مستمعينا، مثل ما ذكرناكم بخصوص الأعراض، يمكن تكون الأعراض متشابهة لأكثر من مرض أو أكثر من مشكلة، فيفضل كذلك إذا استشرنا الطبيب أول مرة خذينا الدواء المناسب، بس حسينا مع الوقت أن الدواء ما فادنا أو ما حسينا بتحسن، نرجع مرة ثانية عند طبيبنا أساس تقييمنا مرة ثانية والتأكد من نوع التشخيص وكذلك الدواء المستخدم. فبخصوص الاستشارة اللي كانت بآلام المعدة واللوعة ومع استخدام للنكسيوم 40، يفضل كذلك عمل فحوصات معينة ومراجعة الطبيب، احتمال أنك تحتاج تغيير لنوع الدواء اللي تاخذ النكسيوم أو إضافة أدوية أخرى كذلك له، واتباع كذلك النصائح اللي ذكرتها أستاذة ندى خلال برنامجنا، اللي هي يعني جدا تساعد من ناحية التخفيف على المعدة، التخفيف من الحموضة، وهالشيء كله يخفف من الأعراض. مستمعينا، طالعين فاصل وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114، والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا في فقرتنا السابقة تحدثنا عن التغذية وارتجاع المريء، وفي فقرتنا الحين بننتقل لشيء جدا مهم كذلك، وبنتكلم عن اليوم العالمي للكتاب. طبعا تحرص هيئة الصحة بدبي على الاحتفاء بالأيام العالمية التخصصية إلى جانب الأيام الأخرى اللي تعمل على استثمارها لنشر المزيد من المعرفة في أوساط كوادرها وأفراد المجتمع، ومن هذه الأيام اليوم العالمي للكتاب، والذي ستحدثنا عنه وعن ارتباطه كذلك بالنشاط الصحي والتثقيفي الأستاذ وفاء محيصن من إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات بهيئة الصحة بدبي. صباح الله بالخير أستاذ وفاء. صباح النور، حياكم الله، يا أهلا ومرحبا. حياك الله ويانا في برامج صحة وسعادة. أي نعم، يشرفني والله وجودي معكم اليوم. حياك الله ويانا. طبعا اليوم موضوعنا جدا مهم، وبنتكلم عن اليوم العالمي للكتاب. طبعا الكتاب سواء في أي وقت وأي زمان له أهمية كبيرة، وسواء التخصصات الصحية أو الطبية أو كذلك أي تخصصات أخرى، يعني الكتاب له قيمته اللي ما تغيرت على مر السنين. فحابين نتعرف أكثر على أهمية وجود يوم عالمي للكتاب. نعم، طبعا أول شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وجود يوم عالمي للكتاب يعني طبعا هو ماية من فراغ، وأن يكون للكتاب أو للثقافة يوم واحد في السنة بعد هذا قليل في حقه، لكن أتوقع أن في أكثر من مناسبة عالمية في يعني ممكن الواحد يحتفي فيها بالثقافة والقراءة والكتب، سواء عالمية أو محلية. يعني يكفي أن إحنا في دولة الإمارات العربية المتحدة مخصصين شهر كامل للاحتفاء بالقراءة والكتب والمطالعة. يعني عالميا إحنا يمكن نعرف أن في يوم المؤلف، أو هو بالأحرى اسمه يوم الكتاب وحقوق المؤلف، لأن أكيد ما بيكون في كتاب إذا ما في مؤلف أو كتاب يكتبون هذا الكتاب. صحيح. يعني مثل ما نقول قراءة ما هو مكتوب.
الكتب تعتبر يعني من وسائل الحفظ، تعتبر من وسائل التوثيق. تلاقين أن أكبر المؤسسات العالمية تتسابق، سواء جهات حكومية أو خاصة، أن يكون عندها مكتبات وتتفاخر بالمكتبات وحجم المكتبات اللي عندها، مثل الكونغرس وغيرها. ونوعية الكتب التاريخية اللي موجودة، أو سواء تخصصية أو تاريخية، صحيح. الكتب تجسد يعني عبر التاريخ، أو تعتبر ثروة الخبرات البشرية لهذه الدول أو المجتمعات، وتعبر عن البحث. يعني يلي هذا، أو يعني مثل ما قلنا أنهم يحتفلون في هذا اليوم أيضا بتكريم الأشخاص خلف هذه الكتب. فهذا الاهتمام وهذه يعني كان موضع، أو مثل ما نقول نقطة الانطلاق، لأنه يكون في مبادرات مختلفة على مستوى العالم في صحيح، هذا اليوم. كذلك يكون مثل التنافس في إبراز هذا اليوم بالنسبة للأماكن أو الدول كذلك. صحيح صحيح، يعني عالميا مثل ما يعني يمكن أكبر أكثر ما مبادرة انطلقت بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، اللي هي تحديد عاصمة الكتاب العالمية، اللي كانت الشارقة واحدة منهم في سنة من السنوات. صحيح، السنة اللي فاتت أتوقع كانت غوادالاخارا، السنة هذه دولة من ما يحضرني اسمها صراحة، بس هي غانا، بس نسيت اسم المدينة اللي سميت بعاصمة الكتاب لهذه السنة، عفوا ل 2023. نعم. طبعا مثل ما ذكرنا أن أهمية وجود يوم عالمي للكتاب وأهمية الكتاب في حياتنا، طبعا أكيد للهيئة مبادرات في يوم الكتاب العالمي، فحابين نتعرف على هذه المبادرات اللي قدمتها أو اللي بتقدم أو قدمتها الهيئة. نعم طبعا، في الهيئة احنا نسعى ان اول شيء طبعا نطبق رؤية قيادتنا الحكيمة نعم بالاهتمام بالقراءة والاهتمام، لان القراءة هذه تعني ان احنا نربي جيل يعني فاهم وواعي، صحيح، سواء عن طريق غرس العادات، عادات القراءة وابراز قضاياها المختلفة، او يعني في هيئة الصحة، ولا ننسى الموظفين ايضا اباء وامهات عندهم جيل يربونا، فاحنا اذا ما غرسنا هاي العادة بين موظفينا احنا ننقلها، يعني هاي العادة ننقلها الى الجيل القادم. احنا الحين صحيح، شيوخنا يبونا نوصل المريخ، يبونا نبني حضارات يعني مستقبلية، ذكاء، هذا ما يأتي من فراغ، هذا الاهتمام ما يأتي من فراغ الا النظرة اللي هم حاطينها لإنشاء هذا الجيل. ففي هيئة الصحة عشان نهدف او عشان نحاول ان يكون لنا بصمة في غرس هذه العادات في اليوم العالمي للكتاب ورمزية الكتاب نفسه، فاحنا عندنا مكتبات متفرقة، يعني كان في شوية فترة توقف بالنسبة لتداول الكتب، تعرفين فترة الجائحة، صحيح، لكن عدنا بقوة بإذن الله تعالى وبنشاط بأن احنا نغذي هذه المكتبات. السنة هذه يمكن شوي، أو الشهر هذا بنقول التميز بالكتب اللي احنا الحين نوزعها على المكتبات هذا الأسبوع، نعم أنها تكون من تأليف مؤلفين هيئة الصحة في دبي. ممتاز، هاي فاحنا يعطيك مثل ما قلنا تشجيع أكثر. نعم، يعني حتى إذا تعطيني عنوانك بطرشت من هذيل الكتب، لأن صراحة شيء نفخر شكرا، فيه، وكتب مثل ما تقولين في مختلف مجالات، وحتى باللغة الإنجليزية، يعني في من طاقم التمريض، في عندك أطباء، في عندك ممتاز، إداريين، كانت لهم كتابات ما بين الرواية، ما بين الشعر، ما بين تنمية الذات. فإن شاء الله تعالى إن إحنا نقدر نوزع هاي الكتب على المكتبات اللي متواجدة عندنا في هيئة الصحة في دبي، إلى جانب كتب أخرى متنوعة ما بين كتب للأطفال وكتب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. صحيح. الجميل كذلك أن المؤلف يعني تعرفين يحس بتقدير من هيئته أو الهيئة اللي يعمل فيها، كذلك أن الكتب اللي ألفها انتشرت فيه الهيئة وتوزعت حتى على الموظفين، فهذه البادرة تشجع الأشخاص أو الموظفين الآخرين اللي عندهم يعني مثل ما نقول اهتمامات بالكتابة والتأليف أنهم يبرزون أكثر كذلك. صحيح، هذا الشيء يعزز ثقة الموظف، يعني أنا وفاء المحيسن أداوم في الهيئة، وظيفتي الفلانية كذا، وينظر لي الناس أن أنا الموظفة الفلانية في هذا المجال، لكن أنك أنت تفتح المجال أو تنظر لهذا الموظف أو وتعزز فيه الجانب الآخر، صحيح جانب شخصي مس شخصي، صحيح، فهذا يعزز من ثقته في مكان أو المؤسسة اللي هو يعمل فيها. وهذا الشيء بعد إحنا كانت من الأنشطة اللي سويناها ختاما لشهر القراءة، مثل ما تقولين تهيئة كانت لهذه المبادرة،
ان احنا سوينا حفل توقيع، كان هذا الحفل الاول من نوعه، يعني ان احنا استضفنا عدد من المؤلفين اللي عندنا في هيئة الصحة في يوم جمعناهم وسوينا اطلقناهم، يعني خليناهم يسوون مثل حفل توقيع، صار عدد من موظفين الهيئة على رأسهم سعادة المدير العام. يعني هذه كانت يعني بادرة جدا طيبة، ومر عليهم واحد واحد وتعرف على نوعية كتبهم. فإحنا إلى الآن أنا يعني أتلقى منهم بين فترة وفترة، يعني مثل ما تقولين مثل الشكر، يعني شوفي كم يعني شيء كان وايد عود اني انظر، يعني هاي تداوم موظفه ومسويه كتاب، عفوا ممرضه ومؤلفه كتاب عن الصبر واللجوء الى الله سبحانه وتعالى، يعني تعرفين حاطه تجربه لها، فإن احنا مثل ما تقولين اعترفنا فيها كانسانه، صحيح مش بس كممرضه، صحيح كانسانه عبرت عن نفسها، فهذا كان لواقع كبير عليهم. وان شاء الله ما بيكون الحفل يعني ما بتكون هاي المره الاخيره، بالعكس هاي احنا سويناها عشان إذا في حد من دس مني منك، أظني هاي الفرصة له صحيح أنه يطلع يبرز ويبرز نفسه. أنه يبرز، وهذا شيء جميل نفس ما ذكرتي، يعني الاهتمام بالموظف مو فقط اهتمامنا أنه يؤدي واجبه الوظيفي بشكل يعني يومي أو دائم، كذلك اهتمامنا بالجانب الشخصي أو الجانب اللي يعني الشخص اللي الموظف مهتم فيه ويبرزه، يعني كهواية، يعني الانتماء الموظف لهذه الهيئة يزيد لأن يحس أنه هو مو فقط الهيئة تحتاج لوظيفته، كذلك الهيئة تشجعه في الأشياء الثانية اللي هو بارز فيها. نعم، لغة مشتركة، لإيجاد لغة مشتركة بين صحيح. الموظفين غير مجال العمل. صحيح صحيح. أستاذ وفاء، طبعا اهتمام هيئة الصحة بدبي بأنشطة القراءة مو مختصر فقط على شهر القراءة، فحابين نتعرف أكثر في فترات إذا ما كان فيها شهر القراءة شو اهتمامات الهيئة بجانب القراءة بالنسبة للموظفين؟ أيوة، شوفي من بداية أو من السنة اللي تم إعلان فيها عام القراءة، نعم، قامت هيئة الصحة بأول شيء يعني سواء اللي هو إنشاء أو تشكيل لجنة خاصة باستدامة، شوفي ما قالوا لجنة قراءة، استدامة أنشطة القراءة في هيئة الصحة في دبي، من أهدافها تعزيز القراءة لدى الموظفين، نشر ثقافة الاطلاع، يعني إقامة المعارض، ويعني ونتعرف على الأنشطة، يعني تعرفين إحنا ما شاء الله هيئة كبيرة حجما وكبيرة عددا، ففي أنشطة تم داخلية بالمستشفيات في الإدارات، فيعني دورنا نحن نتعرف على هذه الأنشطة ونحاول نساعدهم، يعني مو بالضرورة أن اللجنة هي اللي تقوم بهذه الأنشطة، ولكن تساعد الوحدات التنظيمية أو الفرق بأنشطتهم أو مبادراتهم اللي يقومون فيها. إلى عام تقريبا حتى صار سنة 2018 تم إدخال هذه أو إسقاط هذه المبادرة لتكون هدف استراتيجي من أهداف الهيئة في هيئة الصحة في دبي. ممتاز. وتم إسناد مبادرة اللجنة أو يعني أنشطة أو مهام اللجنة إلى وحدة تنظيمية ثابتة في هيئة الصحة في دبي، هي اللي أنا أشتغل فيها، هي قسم إدارة المعرفة في إدارة البحوث والدراسات. فالأنشطة سنة طول السنة، ما إحنا ما نقتص، يعني صحيح أن شهر القراءة هو مثلا نقول الاحتفاء بهذه المناسبة ونسلط الضوء على الأنشطة اللي إحنا نقوم فيها طول السنة، فحتى يعني من ما بين الأنشطة اللي إحنا نقوم فيها أسهلها ومش بس أسهلها، أسرعها للوصول إلى الجمهور والموظفين اللي هي الدورات، أو مثل ما نقول في عنا بعض الدورات وبعض اللي هي الجلسات الحوارية. نعم. ولعل يمكن أشهر جلسة حوارية سويناها كانت عن تعزيز القراءة في القطاع الحكومي، شاركت فيها يعني شاركنا فيها عدد من الدوائر الحكومية مثل ثقافة دبي وبلدية دبي واقتصادية دبي، فيعني كانت تعد مثل يعني كأنها مقارنة معيارية على مستوى إمارة دبي. ممتاز. تعرفنا فيها على أنشطة الدوائر الحكومية الأخرى، كذلك كان في استضافات، يعني هاي الجلسات الحوارية مثل ما مرة أنا ذكرت سابقا أن إحنا نحاول يعني أن نتكلم عن القراءة الحرة للموظف
والأنشطة القراءة الحرة بالإضافة إلى القراءة التخصصية. فكان عندنا والله عدد من الجلسات الحوارية، وأنا أعتبرها شخصيا جلسات حوارية استثنائية، من واقع الاستجابة أو ردود الأفعال اللي إحنا كانت توصلنا، لأن تعرفين بعد كل جلسة إن إحنا نسوي استبيان وتعرف على صحيح. آراء الناس اللي حضروا، لأن هاي الآراء مهمة جدا لنا إن إحنا تحدد لنا الخط اللي بنمشي فيه مرة ثانية، هل إحنا نستمر على هاي الطريقة أو غيرها. فاستضفنا عدد من الشخصيات، أنا ما أقدر يعني أحصرهم، ولكن على سبيل المثال نور النومان، الأستاذ ناصر عراق، أسامة المسلم، إيزابيل بالهول، دكتور نافع الياسي، الأستاذ رائد برقاوي استضفناه هذه السنة، الدكتور عبد العزيز المسلم، الأستاذة صالحة غابش، سعادة عز الدين سليمان، الأستاذ إبراهيم خادم، يعني أسماء ما شاء مختلفة، الله، طبعا في غيرها لكن هاي أسماء مختلفة ومجالات مختلفة. صحيح. غير هذا احنا ساهمنا تقريبا في رعاية ساهمنا في رعاية بعض الفعاليات الثقافية مثل مهرجان طيران الإمارات الآداب، يعني هذا مهرجان معروف شاركنا صحيح. فيه تقريبا مرتين 2018 و2021 كرعاية وكم مساهمة يعني من هيئة الصحة. حرصنا ان احنا نتواجد، ان يكون اسم الهيئة متواجد في مثل ما تقولي محفل ثقافي أدبي غير المحافل أو الفعاليات الصحية صحيح. البحث، هذا محفل ثقافي أدبي بحت وتواجدت فيه هيئة الصحة، عندك المشاركة في معرض كتاب الشارقة، معرض الشارقة للكتاب الدولي نعم. 2019 قبل الجائحة، كان في مشاركة متميزة لهيئة الصحة بمنصة متواجدة كانت في المعرض. حتى في 2020 لما صارت الجائحة والتزمنا ب اللي هو يعني استجابة للتعقيم الوطني وجلسنا في البيوت، احنا ما توقفت انشطتنا، فخلال فترة تعرفين الحجر وكذا صحيح. عملنا وحرصنا على ان نحصل ونوفر عدد يعني الاف من الكتب ان احنا نعطيها للناس اللي كانوا في الحجر والعزل الصحي. هذا اقل شيء يعني احنا بالنسبة لنا نقدر نسويه لهم كإدارة بحوث الدراسات في مجال القراءة. غير هذا ان احنا استغلينا فرصة الانتشار الإلكتروني باستخدام البرامج الإلكترونية صحيح. مثل تيمز وغيره، ان احنا وفرنا مثل ما تقولين مجموعات قراءة وفرنا فيها كتب إلكترونية بعد ممتاز. ان ما تواصلنا مع دور نشر ان احنا يعني يعطونا صلاحية استخدام هذه الكتب مجانا، وفرناها لموظفين الهيئة. ممتاز. فيعني هذا انا هذا اللي اقول لك هي اللي اذكره، يعني غير طبعا المكتبات اللي احنا سويناها في الهيئة يمكن وقفناها فترة عشان تعرفين تداول الكتب وغيره، صحيح. لا والإيميلات التوعوية، وبعدين في طريقة احنا اتبعناها ما تكون مباشرة انه يعني هذا كتاب خذوا اقروا، الإيميلات صارت لنا كيف نخلي الموظف انه يطلع او يقرأ، ان احنا نسوي مسابقات بسيطة، أسئلة صحيح. بسيطة عن لجنة القراءة، سؤال كذا نحفزهم شوية عن البحث والقراءة عشان يحصلون على هذه المعلومة. هذا اللي قدرت يعني احصره يعني مثل ما تقولين بجمل سريعة، غير يعني بالنسبة لهي بس. فالفكرة هي ان احنا انشطتنا طول السنة، وحتى لو ما كان نشاط احنا مطالبين فيه مثل ما قلت، لان احد اهداف اللي على مستوى الهيئة. صحيح. وحتى خلال الجائحة أو حتى خلال نقول في عوائق أو في مرات يكون مثل ما نقول صعوبات مرات في الشيء، لقيتوا حلول بحيث أن تسهل للناس وتسهل لكم كذلك أداء العمل وتشجيع الموظف؟ يعني نفس الفكرة اللي ذكرتيها خلال الجائحة، كنتم مسوي مثل برامج تيمز، كذلك من ناحية الكتب الإلكترونية اللي توزعت على الموظفين لتشجيعهم على القراءة. النقطة الثالثة كذلك مثل ما قلتي أن تشجيع الموظف عن طريق أسئلة بحيث أن يتشجع أن يقرأ. في ناس كثيرة أنها شوية تستثقل موضوع القراءة بس تحتاج مثل التشجيع أو تبسيط أو تعليمهم طريقة القراءة الصحيحة أساس يتشجع أكثر. وهذه النقاط اللي ذكرتيها جدا مهمة أستاذة وفاء، ونشكركم صراحة لجهودكم واهتمامكم صراحة بهذا الشيء اللي جدا مهم، وتوزيع وكذلك اهتمام بالتأكيد على ثقافة أهمية الكتاب في هيئة الصحة في دبي.
صحيح، يعني تعرفي مثل ما قلت لك ان احنا في الهيئه يعني نعتبر مؤسسه كبيره حجما، فعندنا مشوار الى ان احنا نقدر نغطي ونوصل لهدفنا ان شاء الله تعالى بالنسبه للقراءه، بس هذا اللي احنا قاعد نقدر عليه. والسنه العام احنا سوينا استبيان او مسح لقياس توجهات او التعرف على توجهات قراءه او توجهات الموظفين في الهيئه، عشان نعرف ان احنا هي هل هذه الانشطه، يعني احنا مو بس نبغى نسوي الانشطه شكلا والله احنا سوينا هاي الفعاليه، احنا نبغى فعلا ان الموظف فعلا يستفيد من هذه الفعاليات. فسوينا هذا الاستبيان عشان نشارك فيه تقريبا اكثر من 1000 وشوي، 1600 يمكن موظف في هذا الاستبيان، ويعني احنا كنا جد بالعكس، يعني هذا الرقم يعني ان كاستجابه من الموظفين اللي مشغولين انهم يساهمون في هذا الاستبيان، اعطانا خط واضح او رؤيه واضحه ان شو مجالات القراءه اللي او طلعنا منها بدراسه. صحيح، احنا دراسه من هذا لها استاذه وفاء، الوقت داهمنا صراحه أنا والموضوع عارفة. جدا مهم. اي والله ان شاء الله بنكرر وبنزيد في نفس الموضوع لانه جدا مهم، وافكار ويعني نقاشات جدا مهمه بخصوص يوم القراءه ويوم الكتاب. نشكرك ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لكم، شكرا جزيلا. شكرا استاذ وفاء، الله يتقبل من الجميع ان شاء الله وطاعته ان شاء الله وياكم ان شاء الله. الاستاذ وفاء محيسن من اداره البحوث والدراسات وتحليل البيانات في هيئه الصحه في دبي. شكرا لك. مستمعينا نشكر فريق العمل ويانا اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، في التنسيق ميرا الغفري، وفي الإخراج والقواسمة. نلقاكم إن شاء الله باكر، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة.